أكثر من ربع سكان العراق لا يملكون شبراً واحدة في بلادهم. كيف؟ المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق كشف أن نحو 26% من العراقيين يسكنون في وحدات سكنية إما للإيجار أو عشوائيات. أما العجز في قطاع السكني بالعراق فيقدر بأكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية. هذه النسبة تزداد في ظل التنامي السكاني المستمر، وعلى الرغم من امتلاك العراق ثروة نفطية هائلة، يعاني العديد من السكان البطالة والفقر وانخفاض قيمة الدينار العراقي، ما يحول دون تأمين مساكن مناسبة لهم. وبحسبة بسيطة، إذا كان المواطن العراقي يتقاضى 700 دولار شهريا وأراد ادخار نصف راتبه الشهري، وهو يحتاج إلى قرابة 40 عاما كي يشتري قطعة أرض سكنية بمساحة 100 متر فقط، نظرا للارتفاع الجنوني المستمر بأسعار العقارات في البلاد.